مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. أكيد إن شاء الله حلقة هتكون مهمة ومميزة جدا، وخصوصا إن احنا كالعادة هنتكلم عن كل الأمور اللي بتكون على الساحة الرياضية المصرية بشكل عام، وأيضا كل ما يخص النادي الأهلي وجمهوره بشكل خاص. فبالتالي إن شاء الله هتكون حلقة مهمة ومميزة إن شاء الله. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيكون معايا ضيفي العزيز أستاذ عمر عبد الله، ناقد الرياضي بجريدة الوطن، وهيكون الحديث بشكل مفصل عن كل الأمور اللي متواجدة على الساحة الرياضية المصرية، وخصوصا إن بكرة إن شاء الله في مباراة المنتخب في التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية السنة الجاية إن شاء الله في الكاميرون، ومباراة سويسرلاند إن شاء الله هتكون مباراة مهمة. وأيضا بعد فوز النادي الأهلي بالأمس على فريق الترسانة، وفي الحقيقة كانت مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي في دور 32 من بطولة كأس مصر، وكان مهم جدا النادي الأهلي يتخطى هذه العقبة، وفريق الترسانة بصراحة قدم مباراة أكثر من رائعة، وهيكون كلامنا كتير طبعا عن هذا الموضوع. طبعا مستنيين ردود أفعالكم وتفاعلكم معانا على صفحات قنوات النادي الأهلي المختلفة، وسؤال حلقتنا النهاردة هو خاص بتوقعاتك لمباراة الغد ما بين منتخب مصر وفريق سويسرلاند أو منتخب سويسرلاند في التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية. إن شاء الله هتكون مباراة مهمة جدا، مستنيين توقعاتكم إن شاء الله علشان نتناولها في الجزء الأخير من حلقة النهاردة. وأكيد هيكون التفاعل ده من خلال صفحات قناة النادي الأهلي المختلفة سواء على فيسبوك وتويتر وإنستجرام. طيب خلينا نتكلم في البداية عن مباراة الأمس ومباراة الأهلي والترسانة في دور 32 من بطولة كأس مصر. كانت مباراة مهمة جدا في ظل ظروف صعبة جدا بيمر بها النادي الأهلي خلال الفترة دي، خصوصا بعد هزيمة مباراة الاتحاد في بطولة الدوري بنتيجة 4-3 وظروف الإصابات والغيابات العديدة بالنسبة للنادي الأهلي. طبعا امبارح كان في بعض اللاعبين أو 5 لاعبين بالتحديد متواجدين مع المنتخب الوطني الأول، بخلاف الإصابات اللي كانت موجودة عدد كبير جدا من اللاعبين ما كانش متاح لمستر باتريس كارتيرون في مباراة الأمس. لكن رغم كده النادي الأهلي ورغم كمان صعوبات اللي كانت متواجدة في المباراة، النادي الأهلي قدر إنه يتخطى هذه العقبة بفوز مهم جدا ومثير كمان على فريق الترسانة. الترسانة تقدموا في بداية المباراة بهدف في الدقيقة 4، النادي الأهلي قدر إنه يتعادل، الترسانة تقدم في الشوط الثاني بهدف آخر، النادي الأهلي قدر إنه يتعادل بهدفي محمد شريف، وفي الآخر طبعا أحمد الشيخ أحرز هدف الفوز في الدقيقة 89، وكان هدف مهم جدا للنادي الأهلي وأيضا مهم جدا جدا لأحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي اللي كان بقاله فترة كبيرة جدا ما بيشاركش مع الفريق. ويمكن كان أحمد الشيخ تم قيده في آخر اللحظات فترة القيد الصيفية، ويعني كويس إن هو قدر إن هو يشارك ويحرز هدف، وأعتقد إن هي بداية جديدة بالنسبة لأحمد الشيخ مع النادي الأهلي. إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق، هو أكيد هيكون بعيد عن الصورة الفترة دي لأن طبعا إحنا عارفين الأولوية للاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية، والمرحلة الهامة جدا بالنسبة للنادي الأهلي في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراة الإياب إن شاء الله يوم 23 أمام فريق وفاق ستيف، اللي نتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق فيها بشكل كبير جدا. خليني اقول لكم طيب ايضا بالمره يعني ان غدا ان شاء الله هيكون في احتفاليه كبيره جدا للنادي الاهلي في مقر النادي الاهلي في الجزيره، هتكون بمناسبه احتفالات انتصار 6 اكتوبر او انتصارات اكتوبر العظيمه بالنسبه لمصر، واكيد هتكون احتفالات مهمه جدا، كل الاستعدادات متواجده في مقر النادي الاهلي في الجزيره، ان شاء الله تكون احتفاليه مهمه جدا وهيكون متواجد فيها فنانين عشان يكونوا متواجدين، وايضا هيكون متواجد كمان عدد كبير من الاعضاء ان شاء الله اللي هيحضروا بعد الإدارة التنفيذية ما قدرت إن هي تعمل مجهود كبير جدا لتنظيم هذا الحفل الهام جدا بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر. طيب خلينا نبدأ في الحلقة على طول ونروح نشوف أهم العناوين النهاردة. الأهلي يخوض مباراة ودية استعدادا لوفاق ستيف. يوسف الوقت ما زال مبكرا للحديث عن انتقالات يناير. الأهلي يوضح أسباب غياب ميدو جابر عن مواجهة الترسانة. الفريق يطير إلى الجزائر 21 أكتوبر. مؤتمر صحفي لأجري للحديث عن مواجهة إسواتيني. رمزي يكشف موقف صلاح من مواجهة الغد. ميسي يوافق على انتقال صلاح لبرشلونة. The
يعني زي ما شفنا كده في بعض العناوين المهمه جدا ويمكن الاغلب عن مباراه الغد بالنسبه لمنتخب مصر، وايضا عن مباراه الامس بالنسبه للنادي الاهلي اللي عنده فتره كبيره للراحه النسبيه حتى يوم 23 يناير، وحتى بالتحديد يوم 21 من الشهر الجاري، والذهاب للجزائر عشان مباراه العوده امام فريق وفاق سطيف، واكيد هتكون مباراه مهمه جدا، فبالتالي هيكون في مباراه وديه بالنسبه للنادي الاهلي علشان يستعد من خلالها الجهاز الفني واللاعبين بشكل اكبر لمباراه وفاق سطيف، وان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق فيها. ايضا هيكون عندنا كلام مهم جدا عن منتخب مصر وبعض الاخبار الخاصه كمان بمحمد صلاح والمنتخب بشكل عام، لكن خلينا في البدايه نروح نشوف اهم الاخبار اللي كتبت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده ونرجع مره ثانيه. مجله الاهلي: يواجه بيراميدز في دور ال 16، عم الناس ينجو من مقالب الكاس، الاهلي يرد على مفاجات الترسانه ويفوز بثلاثيه. الاهرام: يصطدم ببيراميدز في دور ال 16 لكاس مصر، الاهلي يهرب من كمين الشواكيش بفوز صعب. الاخبار المسائيه: الاهلي يكسر الشواكيش، شريف والشيخ يقودان الاحمر لدور ال 16 بكاس مصر بفوز مثير. الاخبار: الشواكيش يجرحون كبرياء الاهلي، الفارس الاحمر يهزم الترسانه 3-2 بصعوبه ويتاهل لمواجهه بيراميدز في دور ال 16 بالكاس. الجمهورية: فاز على الترسانة 3-2 ويواجه بيراميدز في دور ال 16 بكأس مصر، أهلي الشيخ يحطم الشواكيش. المسا: يوسف، المباراة كانت صعبة واستفدنا منها كثيرا. مجلة الأهلي: الأهلي في الجزائر 21 أكتوبر لمواجهة وفاق سطيف. الأهرام: الأحمر يتوصل لاتفاق نهائي لتمديد تعاقد مؤمن زكريا عامين. الخطيب يقترب من رئاسة بعثة الفريق في الجزائر وعدلي في سطيف 19 أكتوبر. طيب مجلة الأهلي: محمد شريف يفتح قلبه، البديل السوبر، لقب يسعدني ولكني أحلم بالفرصة الكاملة. طيب احنا معانا تقرير دلوقتي عن تصريحات اللاعبين والجهاز الفني عقب مباراه الامس امام فريق الترسانه في دور ال 32 من بطوله كاس مصر، خلينا نروح نشوف قالوا ايه ونرجع مره ثانيه. طبعا تصريحات مهمه جدا من اثنين من نجوم المباراه بالامس، سواء محمد شريف او احمد الشيخ. محمد الشيخ بصراحه الراجل كل ما بياخد فرصه بيقدر ان هو يثبت وجوده، يعني اعتقد خلال اربع مباريات لعبه مع النادي الاهلي احرز اربع او خمس اهداف، فلاعب مميز جدا ومبشر جدا بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله. هو لسه صغير اعتقد 21 او 22 سنه، لاعب كويس، واكيد يعني تواجده في المباريات المهمه زي دي بيبان اداؤه وبيبان مدى اهميه محمد شريف. بالمناسبه خليني اقول لكم ان اللاعب ده كان هيتم قيده افريقيا لولا حاجه الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون ومحمد يوسف، كابتن محمد يوسف طبعا ليه لاعب خط وسط في النادي الاهلي خلال بطوله دوري ابطال افريقيا، فعشان كده لجأوا لاكرم توفيق، لكن كان هو الاقرب ان هو يتم قيده في القائمه الافريقيه. اذا في اقتناع تام باللاعب محمد شريف من قبل الجهاز الفني بالكامل. في المقابل طبعا احمد الشيخ ايضا لاعب مهم جدا، هداف الدوري الموسم قبل الماضي، يمكن صادفه سوء حظ شويه مع النادي الاهلي، الجهاز الفني السابق بقياده الكابتن حسام البدري ما كانش بيديله الفرص الكافيه عشان يثبت تواجده مع الفريق، فبالتالي اعتقد مباراه الامس بالنسبه لاحمد الشيخ هتكون مهمه جدا وهتحول مسار تجربته مع النادي الاهلي 180 درجه، وهتكون بدايه جديده لاحمد الشيخ مع النادي الاهلي ان شاء الله خلال الفترات المقبله. واللي عاجبني في احمد الشيخ ان هو صابر، ما بيتكلمش كتير، مستني لما ياخد الفرصه كافيه، وعنده اصرار كمان ان هو يكون متواجد مع النادي الاهلي ويثبت نفسه. لما جات له الفرصه اكيد امبارح كان يعني هو ما جاتلوش الكره كتير، هو لعب حوالي 8-9 دقائق، لكن احرز هدف مهم بالنسبه للنادي الاهلي هيديله الثقه الكامله علشان يقدر ان هو يعني يوري مهاراته بشكل اكبر بالنسبه لجمهور النادي الاهلي اللي عارفها بشكل تام جدا، لكن الثقه هتكون مهمه جدا لاحمد الشيخ ان شاء الله خلال المراحل المقبله، وبالتحديد بعد الانتهاء ان شاء الله من بطوله دوري ابطال افريقيا. نتمنى ان هي تنتهي بفوز النادي الاهلي بهذه البطوله الغايبه بقى لها فتره. طيب نرجع نشوف اهم الاخبار اللي اتقالت في الصحف بالنسبه للنادي الاهلي، يعني كان الكلام كله عن مباراه الامس وفوز النادي الاهلي على فريق الترسانه. زي ما قلنا الفوز كان صعب وكان مهم جدا النادي الاهلي يتخطى هذه العقبه، سواء من الناحيه الفنيه او من الناحيه النفسيه والمعنويه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي قبل مواجهه فريق وفاق سطيف يوم 23 ان شاء الله.
المواجهه خلاص كمان 10 12 يوم، فبالتالي معنويا كان مهم جدا ان النادي الاهلي يتاهل للدور ال 16 عشان يكون جاهز بشكل كبير جدا من الناحيه النفسيه للمباراه وفاق الصيف، واللي هتكون صعبه جدا جدا رغم فوز النادي الاهلي بنتيجه جيده 2-0 في القاهره وبالتحديد في استاد السلام، لكن لسه الامور معلقه. كان ممكن النادي الاهلي يحسمها بشكل كبير جدا من بعض الفرص اللي ضاعت في نهايه مباراه وفاق الصيف، لكن ان شاء الله فريق النادي الاهلي والعدي قادرين بشكل كبير جدا على تخطي عقبه فاق الصيف في بطوله دوري ابطال افريقيا. بما اننا بنتكلم عن فريق او فاق الصيف ومباراه الاياب بالنسبه للنادي الاهلي، فطبعا الاخبار برضو ايضا كانت بتتكلم عن ان النادي الاهلي هيسافر الجزائر يوم 21 اكتوبر لمواجهه فريق وفاق الصيف. خليني اقول لكم ان الاستعدادات هتكون قويه جدا من قبل النادي الاهلي، سواء من الناحيه الطبيه بالنسبه لبعض اللاعبين اللي هم بيعانوا من اصابات مختلفه خلال الفتره اللي فاتت، واحتياج النادي الاهلي واحتياج الجهاز الفني لهؤلاء اللاعبين عشان يكونوا جاهزين بشكل كبير ويكونوا متاحين كمان للنادي الاهلي ان شاء الله في المرحله الجايه ومباراه وفاق الصيف، فبالتالي استعدادات قويه جدا سواء من خلال التدريبات اللي هتكون مقبله ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي وعوده كمان اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر، وايضا عوده بعض الاصابات المهمه. قبل السفر بالنسبه للنادي الاهلي هيسافر كابتن سمير عدلي المدير الاداري بالنسبه للفريق، هيسافر ان شاء الله يوم 19 علشان يطمن على كل الامور الخاصه ببعثه النادي الاهلي، كل الترتيبات الخاصه باستقبال البعثه، وكمان فندق الاقامه وملاعب التدريب، بخصوص النادي الاهلي هيتمرن على ملاعب ترتيان، فبالتالي الامور دي كلها لازم تحسم قبل سفر ووصول الفريق للجزائر عشان تكون الامور كلها مهيئه، ما يبقاش في اي عقبات بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه الوفاق. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. خليني ايضا سريعا نتكلم عن جزئيه مؤمن زكريا، ويمكن زي ما شفنا الاهرام بتقول لك الاهلي يتوصل لاتفاق نهائي لتمديد تعاقد مؤمن زكريا، الامور خلاص ماشيه في بعض الرتوش الاخيره اللي بيتم وضعها خلال الفتره دي مع مؤمن زكريا علشان يجدد عقده مع النادي الاهلي، لكن الاهم بصراحه بالنسبه لمؤمن، مؤمن بقاله فتره بعيد عن مستواه، لكن اعتقد بعد ما يجدد عقده مع النادي الاهلي بشكل رسمي والامور خلاص يبقى في استقرار بالنسبه للاعب وبالنسبه للجهاز الفني انه عارف ان الراجل ده هيكون مكمل معاه خلال الفتره الجايه، فبالتالي ان شاء الله اعتقد هتفرق كتير مع مؤمن زكريا، ونقدر نشوف مؤمن اللي هو بتاع زمان اللي كان بيحرز اهداف مهمه جدا، واول ما كان جه النادي الاهلي كان مؤثر بشكل كبير جدا بالنسبه للفريق، فبالتالي نتمنى كل التوفيق بالنسبه لمؤمن زكريا وبالنسبه للنادي الاهلي بشكل عام خلال هذه المرحله وخلال التحديات المختلفه الكبيره اللي بيشارك فيها النادي الاهلي هذا الموسم، سواء البطوله العربيه، بطوله دوري ابطال افريقيا، كاس مصر والدوري. طيب خلينا نروح سريعا نشوف اهم ما كتب عن النادي الاهلي في المواقع. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي يخوض مباراه وديه خلال توقف الدوري. اليوم السابع: كارتيرون يطلب تقريرا عن حاله ربيعه قبل تدعيم الدفاع. الشروق: يوسف الوقت مبكر للحديث عن الصفقات الجديدة. سوبر كورة: استنفار في الأهلي قبل مواجهة وفاق الصيف. فيتو: محمد نجيب يقترب من العودة لتدريبات الأهلي. الوطن سبورت: محمد يوسف يكشف سبب عدم الدفع ميدو جابر أمام الترسنة. بوابة الأهرام: ندفد نسعى لاستعادة كأس مصر ومباراة وفاق الصيف مصيرية. يلا كورة: أحمد ياسر ريان لست أبناء عاملين، وهل مطلوب مني أن أطير في الملعب؟ محتاج تكبر شوية أحمد ياسر سواء في الملعب أو حتى في تصريحاته كمان. البوابة نيوز: الأهلي يصطحب شيف لرحلة الجزائر. الفجر صحف جزائرية: ملعب مباراة سطيف والأهلي مهدد بالتغيير. كورة: الأهلي في ضيافة الحوار بين بيد الكبار. طيب قبل ما نتكلم في تفاصيل الاخبار دي، خلينا نروح نشوف سريعا تقرير للكابتن محمد يوسف والكابتن احمد كشري عقب مباراه الامس ما بين النادي الاهلي والترسانة. طيب يعني كلام كابتن محمد يوسف اعتقد كلام مهم جدا وبيرد يعني على بعض الناس اللي ممكن كانوا متضايقين شويه من اداء النادي الاهلي، كان طبيعي جدا ان يبان ان ما فيش اي انسجام خالص ما بين اللاعبين في مباراه الامس، وخصوصا ان عدد كبير جدا من اللاعبين بيلعب لاول مره هذا الموسم وما لعبوش كمان مع بعض خالص كتشكيله كده متكامله مع بعض، فطبيعي ان ما يكونش في اي انسجام ونظهر النادي الاهلي بهذا الاداء، لكن الاهم هو الفوز والنتيجه والتاهل لدور ال 16. من ضمن الاخبار اللي لازم نعلق عليها
رأي خاصة بمستر باتريس كارتيرونو اللي بيطلب تقريرا عن حالة رامي ربيعة. زي ما احنا عارفين رامي ربيعة بقاله فترة كبيرة غايب عن صفوف النادي الأهلي، فده اللي دفع الجهاز الفني ان هو يخرج رامي ربيعة من قائمة الفريق قبل بداية الموسم. لكن في اتجاه كبير جدا طبعا لقيد رامي ربيعة، وهو احد اللاعبين المهمين سواء في صفوف النادي الأهلي او منتخب مصر عقب عودته من الإصابة. وخلاص اللاعب بيشارك في التدريبات بشكل جيد جدا، شوفيا تماما الامور ماشيه بالنسبه له بشكل جيد. فبالتالي مستر باتريس كارتيرون عايز تقرير عن اللاعب عشان تحسبا لو هم محتاجين مدافع يضموه خلال شهر يناير القادم. وفي اتجاه بالمناسبه ان يكون في مدافع في صفوف النادي الاهلي رغم ان تواجد عدد ايضا من المدافعين الجيدين في صفوف النادي الاهلي، سواء كلوبالي اللي بيأدي بصراحه بشكل اكثر من رائع، سعد سمير ايضا لاعب مهم جدا، محمد نجيب لكن للاسف تعرض للاصابه، عوده رامي ربيعه هتكون مهمه، والتعاقد مع احد اللاعبين المحليين بالتحديد بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره المقبله في خط الدفاع هيكون شيء مهم جدا. ده هيخلينا ايضا ان احنا نعلق على الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي وكابتن محمد يوسف اللي قال لسه بدري شويه على ان احنا نتكلم عن صفقات يناير. لكن خليني اقول لكم ان يعني في الصوره ثلاث اربع لاعبين بالنسبه للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، خلاص النادي الاهلي على وشك انهاء التعاقد معاهم، على وشك الاتفاق النهائي معاهم خلال شهر يناير. الامور ماشيه بشكل جيد حتى اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي، في ثلاث او اربع لاعبين ان شاء الله هيكونوا اضافه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي في شهر يناير. والنادي الاهلي في الحقيقه محتاج تدعيم في بعض المراكز، وده هيكون شيء مهم جدا عشان زي ما احنا عارفين النادي الاهلي بيشارك في عديد من التحديات والبطولات المهمه، والهدف الاساسي دايما للنادي الاهلي هو الفوز بالبطوله. فبالتالي انت محتاج دايما لاعبين يكونوا جاهزين وجيدين كمان ويكونوا اضافه بالنسبه لصفوف النادي الاهلي. فانا بطمن كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله خلال شهر يناير هنشوف ثلاث او اربع لاعبين مهمين جدا هينضموا لصفوف النادي الاهلي خلال شهر يناير. لكن طبيعي تصريح كابتن محمد يوسف لان الفريق دلوقتي مركز بشكل كبير جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا، هي البطوله الاهم. من الاخر كده احنا عندنا كل البطولات مهمه، لكن البطوله الاهم هي بطوله دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي بقاله خمس سنين مش بيحقق البطوله دي، وده يعني او دي مده كبيره جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. لكن ان شاء الله يكون في تركيز تام بانهاء هذا او هذه البطوله وعودتها لجولات بطولات النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. محمد يوسف ايضا مدير الكره والمدرب العام قال ان كان في اسباب كانت وراء عدم الدفع بميدو جابر في مباراه الترسانه. زي ما احنا عارفين ميدو جابر كان عنده شد في العضله الخلفيه، هو اصبح لاعب من اللاعبين المهمين جدا وشيء يحسب للجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون وايضا الكابتن محمد يوسف ان هم يرجعوا اللاعب ده لمستواه. شفناه قبل ما يتصاب كان بيأدي بشكل جيد جدا مع النادي الاهلي، فبالتالي كان في حرص كبير جدا على ميدو جابر ان هو ما يشاركش في مباراه الامس، خصوصا ان هو لسه راجع من الاصابه. فاللاعب ان شاء الله يكون اكثر جاهزيه على مباراه فاقس طيف وهي الاهم زي ما احنا قلنا. فبالتالي ده كان السبب الرئيسي ان ما يبقاش ميدو جابر متواجد في تشكيله النادي الاهلي سواء الاساسيه او الاحتياطيه خلال مباراه الامس. طيب نروح نشوف اهم الاخبار العالميه والمحليه واخبار محترفينا في الخارج. الاهرام، المنتخب الوطني كامل العدد استعدادا لمواجهه سويسرلاند غدا، الجيري يضع اللمسات الاخيره على التشكيل والخطه وطرح التذاكر اليوم. الاخبار المسائيه، الرتوش الاخيره، تدريب المنتخب يحدد ملامح التشكيل وكوكا الاقرب لقياده الهجوم. روزال يوسف، كارثه، الخبراء يطالبون بعدم اعتبار لاعبي شمال افريقيا محليين ويؤكدون سيدمر الكره المصريه. اليوم السابع، الجيري ينتقد استهلاك أرضية استاد السلام قبل مواجهة سويسرلاند. كورة، رمزي يكشف حقيقة طلب ليفربول بشأن صلاح. مدرب سواتيني، جهزنا اللاعبين لمواجهة نجمهم المفضل صلاح. ده من الشروق. في الجول، تقرير صلاح كان جزءا من خلافات زيدان مع إدارة ريال مدريد التي أدت لرحيله. البوابة نيوز، برشلونة يقترب من محمد صلاح بعد موافقة ميسي. الوفد، نادر رشاد لعبوا شباب صلاح تشرفونا. الأخبار الليلة، الزمالك يواجه سمنود في أمسية كروية بالكأس، بروس يحذر لاعبيه من الاستهتار والدلع، والمكافآت شعار الفريقين لتعزيز الطموحات المشروعة. سوبر كورة، الإسماعيلي يفوض فييرا لإقناع بامبو ومتولي بتجديد تعاقدهما. سكاي نيوز، بعد ضربه لحكم توران يكسر أنف مطرب تركي شهير.
نجم مانشستر سيتي هدف ريال مدريد الجديد لتدعيم الهجوم ده من اس بي بي سي محامي رونالدو مزاعم الاغتصاب ملفقه بالكامل سبورت 360 صفقه تبادليه تلوح في الافق بين اليونايتد وتوتنهام في الشتاء طيب اخبار عديده مهمه سواء اخبار محليه واخبار عالميه وكمان اخبار محترفين في الخارج لكن هنتكلم عليهم بعد التفصيل او هنتكلم عليهم بالتفصيل بعد هذا الفصل طيب لسه مستمرين معاكم وبعض الفقرات الخاصه ببرنامج كلام في الميديا النهارده لكن كنا بنتكلم عن اهم الاخبار المحليه والعالميه واخبار محترفينا في الخارج فبالتالي يعني في موضوع خلال الفتره اللي فاتت دي او خلال اخر اسبوعين بالتحديد كان في اتجاه في اتحاد شمال افريقيا ان هم خلاص يفتحوا باب اللاعبين ان هم يكونوا متواجدين في مختلف الدوريات دون اعتبارهم ان هم لاعبين محليين بالذات من مصر ليبيا الجزائر تونس والمغرب فبالتالي الموضوع ده عمل يعني اختلاف الاراء ما بين النقاد وما بين ايضا الفنيين او المدربين بشكل عام وكل واحد شايف من وجهه نظره ان الامور لا الافضل ان ما يكونش الموضوع ده يطبق خالص علشان ده ممكن يجيب ضرر على الكره المصريه هتلاقي عدد كبير جدا من اللاعبين العرب اللي متواجدين وهم كده كده مش هيعتبروا اجانب فبالتالي ممكن تلاقي لاعبين مصريين او المنتخب المصري بالتحديد كمان ما يستفيدش الاستفاده المطلوبه خصوصا بالتحديد بيتكلموا عن خط الهجوم ان انت دلوقتي في الدوري المصري تقريبا كل اللاعبين المهاجمين في الدوري المصري يعتبروا اجانب او ابرزهم يعني اجانب سواء وليد ازارو في الاهلي لاعبين في بعض الانديه الاخرى فبالتالي ده مؤدي الى عدم تواجد لاعب يكون مهم بالنسبه للمنتخب المصري بالتحديد في خط الهجوم وده مركز بنعاني منه بقالنا فتره كبيره جدا بعض الخبراء بيقولوا ان القرار ده ممكن يدمر الكره المصريه وتحديد المنتخب المصري لكن خلينا اقول لكم ان القرار ده خلاص يعني شبه نهائي يعني هيتم اتخاذه مع نهايه شهر نوفمبر القادم وهيتم تطبيقه بدايه من شهر ديسمبر يعني في شهر يناير يعتبر علي معلول مثلا وليد ازارو عندنا في النادي الاهلي لاعبين مصريين مش لاعبين اجانب فبالتالي ده ممكن يديك الفرصه انك تتعاقد كمان مع عدد كبير غير محدد حتى الان العدد اللي ممكن تتعاقد من خلاله مع اللاعبين العرب وبالتحديد من شمال افريقيا هي جزئيه بصراحه يعني شائكه شويه يعني البعض شايف ان هي ممكن تكون مفيده والاخر شايف ان هي ممكن تكون تضر الكره المصريه بشكل عام لكن خلينا نقول برضو ان في اوروبا الامور ماشيه بالشكل ده بالتحديد يعني كل الدول في اوروبا تقريبا من حقهم ان هم يتعاقدوا مع اي لاعب في دوله اوروبيه اخرى او لاعب يكون اوروبي بالتحديد دون اعتباره لاعب محترف اللاعبين اللي من القارات الاخرى هم اللي بيعتبروا محترفين ورغم كده بنشوف منتخبات قويه منتخب الاسباني منتخب قوي منتخب الانجليزي مؤخرا كمان في كاس العالم كمنتخب قوي ومنتخب الفرنسي ايضا من المنتخبات القويه فبالتالي يعني هي امور مختلفه واراء مختلفه بالنسبه للاجهزه الفنيه او بالنسبه للمدربين المصريين بشكل عام وكمان من النقاد والصحفيين. طيب من ضمن الاخبار ايضا خاص بالكابتن هاني رمزي وان يعني خلال الفتره الاخيره واخر يومين بالتحديد البعض قال ان فريق ليفربول قدم طلب لاتحاد الكره المصري والجهاز الفني ان هم ما يشركوش محمد صلاح في مباراه سويسلاند غدا علشان ما يتعرضش لاجهاد كبير واحنا عارفين ان صلاح راجع من مباراه قويه جدا امام فريق مانشستر سيتي من الناحيه البدنيه فبالتالي يعني كان في طلب او في اتجاه او في كلام قيل عن هذا الموضوع لكن كابتن هاني رمزي نفى الكلام ده خالص قال ان مفيش اي حاجه وصلت بالنسبه للاتحاد المصري لكره القدم او الجهاز الفني بخصوص محمد صلاح ان هو يشارك من عدمه والقرار الاخير بالنسبه للجهاز الفني في مشاركه محمد صلاح اكيد مشاركته هتكون مهمه حتى لو المنافس ضعيف شويه. ايضا في الجول اتكلمت عن تقرير خاص بمحمد صلاح وريال مدريد يعني كانوا بيقولوا ان من ضمن الاسباب اللي ادت لخلافات ما بين زين الدين زيدان المدير الفني الفرنسي السابق لفريق ريال مدريد مع بيريز رئيس النادي واللي ادت الى رحيل زيدان هي كان الاختلاف في بعض اللاعبين وكان من ضمنهم محمد صلاح زين الدين زيدان كان حاطط ثلاث لاعبين طالب ان هو يتعاقد مع واحد منهم وهم محمد صلاح هاري كين او ايدن هازارد فبالتالي بيريز رئيس ريال مدريد رفض اللاعبين الثلاثه قال لا مش شايفين او شايفين ان احنا عندنا جاريث بيل وكان زيدان
كان طالب ان برحيل جاريث بيل بعد نهائي دوري ابطال اوروبا، وبيل احرز هدف رائع كمان في ليفربول، فكان بيريز متمسك جدا ببيل، فده من ضمن الاسباب اللي ادت ان زيدان يرحل عن ريال مدريد. فبالتالي كان من الاسماء المطروحه بقوه في الانضمام لريال مدريد مع بدايه الموسم ده كان محمد صلاح. لكن خلينا نروح سريعا للجزائر، وبالتحديد الناقد الرياضي بصحيفه الهداف الجزائريه الاستاذ سمير بشير. يا استاذ سمير مساء الفل عليك. مساء الفل اخي الكريم، تحيه اليك والى كل مشاهدي قناه الاهلي والى كل انصار النادي الاهلي. اهلا بك. طبعا يعني عايزين نتكلم عن مباراه الاهلي وفاق سطيف، والحديث دايما عليها هيكون كتير خلال الفتره دي حتى موعد المباراه ان شاء الله يوم 23. لكن يعني أنا كنت سألتك السؤال ده قبل كده، لكن الكلام اتجدد كمان على تغيير ملعب المباراة. البعض بيقول إن في مشاكل بالنسبة للملعب اللي المفروض إن هو هيستضيف مباراة الأهلي وفاق سطيف هناك في الجزائر، وبتحديد إحدى الجرايد الجزائرية، وقالت إن في مشاكل بالنسبة لإيجار الملعب وبالنسبة للإضاءة، فده ممكن يدفع مسؤولي وفاق سطيف لتغيير ملعب المباراة. عايزين نعرف حقيقة الكلام ده منك طبعا دلوقتي. والله انا لم اطلع يعني على الجريده، ولكن هي جريده الفجر الجزائريه او النهار عفوا، بما لا يدعو للشك ان المقابلات ستقام في ملعب 8 مايو يعني يوم 23. بالنسبه لقضيه الاناره هذه كانت قد طرحت يعني في مباراه الجوله ما قبل الاخيره لدوري المجموعات مع امام فريق تيبي مازامبي، حين انطفأ واحد من الاعمده الاربعه للاناره يعني في اخر 10 دقائق من المباراه، ولكن نوعيه الاناره لم تتاثر يعني المباراه اكتملت، وقد تم تصليح يعني الاناره في نفس الاسبوع، يعني جاءت الشركه المكلفه وقامت بتصليح الخلف الكهربائي على مستوى العمود واشتغل بصفه عاديه، ويعني والفريق بعدها لعب 4 مباريات في الدوري الجزائري ومباراه اخرى يعني هي مباراه الربع نهائي امام الوداد البيضاوي في رابطه ابطال افريقيا بملعبه، يعني هذا مشكل وقع تقريبا في منتصف اوت يعني في مباراه الفريق في مازامبي في الجوله الخامسه، لكنه مطروح الان يعني، وحتى يعني في الساعه التي نتحدث فيها يعني بعد ساعه وربع من الان سينطلق لقاء يعني وفاق سطيف في الدوري الجزائري امام شباب قسنطينه يعني في الجوله العاشره للدوري الجزائري، وسيلعب تحت الاناره الكاشفه في ملعب 8 مايو، يعني هذه القضيه غير مطروحه تماما يعني. يعني الامور خلاص اصبحت محسومه بشكل نهائي، المباراه هتكون على ملعب 8 مايو ان شاء الله يوم 23 بشكل نهائي، ما فيش كلام في القصه دي. ما فيش كلام، يوم 23 يوم الثلاثاء 23 على الساعة الثامنة بتوقيت الجزائري التي ستكون هي الساعة التاسعة بتوقيت مصر الشقيقة، يعني في نفس التوقيت الذي لعب فيه مباراة الذهاب بتوقيت البلدين. طيب نتكلم شوية عن فريق وفاق سطيف واستعداداته لهذه المباراة، الأمور ماشية ازاي بالنسبة للفريق، وأيضا كمان الأمور ماشية ازاي بالنسبة للناحية التنظيمية بالمباراة. والله بالنسبه للامور في الناحيه من ناحيه التنظيميه اظن يعني فريق وفاق سطيف ينتظر يعني تواصل فريق الاهلي معه يعني لتحديد موعد الوصول، يعني من خلال المتابعه الاعلاميه فريق وفاق سطيف يتابع انه فيه اظن الاستاذ عدلي سيصل الى مدينه سطيف في نهايه الاسبوع القادم يعني لضبط الامور يعني بالحجز والامور الخاصه بالتنسيق مع وفاق سطيف بخصوص التدريبات وغيرها، واظن يعني انه يحافظون على اساس انه فريق الاهلي اليوم 21 هذا ما علم من السفر، اظن ايضا على مستوى السفارات الجزائريه علموا انه يعني الفريق الاهلي سيتحصل على التاشيرات يعني فور عوده لاعبيه من المنتخب المصري يعني في مقابله التصفيات الافريقيه، الامور التنظيميه الاخرى يعني هي بالتاكيد انه توجد 16000 تذكره ستوضع لهذه المباراه هي السعه الاقصى للملعب، سيكون فيها تحديد مكان لانصار الاهلي بسعه 1000 مناطق بالتاكيد لن يكونوا 1000، ولكن ما جاء منهم يعني المكان سيكون مخصص لهم، سيكون دخولهم مجانا كما دخل انصار وفاق سطيف في مباراه الذهاب، فقط هنا في سيدخلون بالجوازات يعني بالجوازات ده امور معتاده زي ما حصل هنا في مصر. تمام، يعني سيدخلون بجوازات سفر يعني في اطار كما يقال والبادي اكرم، فريق الاهلي تعامل مع وفاق سطيف بدخول انصاره مجانا، فريق وفاق سطيف يعني مهما كان العدد لن يحدد سعه، لانه هنا الامور ممكن تنظيميا في الجزائر افضل من خصوصيه يعني المقابله التي جرت يعني بعد قرار تحديد عدم انصار في مباراه الذهاب، يعني هذا امر يتجاوز اداره الاهلي، في مباراه العوده يعني كل انصار الاهلي مرحب بهم، اذا فريق الاهلي سيخوض تدريبين في الملعب
الرئيسي للمباراة يعني مثل ما تمنحه قوانين الاتحاد الافريقي لكرة القدم، يعني كل الامور تنظيمية عادية، يعني هي ليست المرة الاولى التي سيلعب فيها وفاق بها بالشكل مباراة من هذا النوع. اكيد انها لها خصوصية من الناحية يعني انها قيمة الرهان الرياضي كبير، ولكن يعني فريق الاهلي ان شاء الله سيجد كل المعاملة والترحيب في مدينة الصيف ان جاء في احنا مباشرة الى ملعب 8 مايو الى مطار 8 مايو، يعني لانه مطار المدينة يحمل نفس تسمية الملعب، او ان جاء الى ملعب العاصمة بالتاكيد هذه الامور ستعرف يعني في الايام القادمه. يعني فريق التخطيط ينتظر تواصل اداره الاهلي معه لمعرفه ان كان يعني موعد الوصول، سواء ان يكون في رحله عادله على الخطوط الجويه المصريه نحو مطار الجزائر العاصمه ومنها الى الصيف في رحله داخليه، او مباشره في رحله خاصه ستكون الى مطار 8 مايو الذي يبعد عن المدينه ب 7 كيلومتر. طيب نتكلم عن المباراة بالتفصيل او نتكلم عن مستوى الفرقتين في اخر فترة بالتحديد. يعني اللي اعرفه او على حد معلوماتي ان فريق وفاق ستيف فاز في المباراة الاخيرة ليه في الدوري على فريق وهران بنتيجة 1-0، وكمان عنده مباراة النهاردة. في المقابل النادي الاهلي خسر المباراة الاخيرة ليه في الدوري امام فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 4-3، وفاز في مباراة الامس في كاس مصر امام الترسانة بنتيجة 3-2. اكيد في متابعة من قبل الجانب الجزائري سواء الناحية الاعلامية في الجزائر او حتى الجهاز الفني الخاص بفريق وفاق ستيف في مستوى النادي الاهلي مؤخرا. هل في تفاؤل شويه عند فريق وفاق ستيف بعد المعلومات عن النادي الاهلي؟ ويمكن البعض شايف ان في تذبذب شويه في اداء النادي الاهلي بالتحديد بعد خساره النادي امام فريق الاتحاد السكندري في بطوله الدوري. والله هو من ناحيه التفاؤل حتى قبل المباراتين في اكيد يوجد فيه تفاؤل، يعني بالتاكيد انه من حق وفاق ستيف ان يطمح بتقليص فارق الهدفين ولو بالوصول الى بالمباراه الى ركلات الترجيح، ولكن بالتاكيد كانت هناك متابعه من الطاقم الفني للمنتخب ومن انصار وفاق ستيف وتفاؤل بانه الاتحاد السكندري او فريق الترسانه بالامس منحهم السيناريو الامثل في كيفيه اختراق دفاع الاهلي، ولكن هذه الامور يعني هي تعتبر امور نظريه فقط، لانه تعرف انه لما تكون في منافسه وتذهب الى منافسه اقل يكون هناك تشتت التركيز. بالتاكيد لا يعرف وفاق ستيف انه فريق الاهلي ليس هو فريق الاهلي امس امام الترسانه، يعني لانه خاصه انه في غيابات كبيره او حتى امام فريق الاتحاد السكندري، لانه لما تنزل من منافسه الى اخرى يكون فيه تشتت تركيز. اكيد انه فريق وفاق ستيف يعرف انه الاهلي الذي يواجهه هو الاهلي الذي كان في مباراه الذهاب وليس في اخر مباراتين، خاصه انه فيه غيابات يعني كانت في 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 اخر مباراتين، وحتى وفاق ستيف يعني يعتمد على إلحاح بعض اللاعبين، يعني في اخر مباراه مع فريق مولوديه وهران في الدوري اراح 5 لاعبين، اليوم ايضا سيريح 5 لاعبين، يعني هو كل مثل ما يفكر الاهلي اكثر في مباراه وفاق ستيف يفكر اكثر في مباراه الاهلي، يعني بالتاكيد انه ما يظهر من مستوى في الدوري او في كاس مصر ليس هو الوجه الحقيقي للاهلي، ونفس الشيء بالنسبه لوفاق ستيف لن يكون وجهه الحقيقي هو نفسه في المباراه الاخيره حتى لو فاز. تمام استاذ سمير، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. كان معنا طبعا استاذ سمير بشير الناقد الرياضي بجريده الهداف الجزائريه، وكلمنا عن كل الامور الخاصه بمباراه الاهلي ووفاق ستيف، والاكيد هيكون الحديث عنها مستمر. لكن خلاص كده جزئيه الملعب تحددت، هو خلاص ملعب 8 مايو واللي هيستضيف مباراه الاهلي ووفاق ستيف، مفيش اي مشاكل زي ما كنا سمعنا مؤخرا. وكمان يعني اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، الفرقتين بيتابعوا بعض بشكل كبير، لكن هو زي ما قال فعلا المباريات سواء في بطولة الدوري أو في بطولة كاس مصر أو هناك حتى في بطولة الدوري الجزائري تبقى مختلفة عن المباريات المهمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في لاعبين ما بيشاركوش. كل الأمور طبعا كل جمهور النادي الأهلي وجمهور الكرة المصرية وجمهور الكرة الجزائرية عارفها بشكل مفصل. طيب خليني سريعا أروح لأحد رموز نادي الإسماعيلي وأحد رموز الكرة المصرية الكابتن علي أبو جريشة، وكمان المشرف العام على فريق الكرة بوادي دجلة. يا كابتن علي برحب بيك، مساء الفل. الو ايوه كابتن علي، مساء الفل. مساء النور، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. منورنا طبعا في قناه النادي الاهلي، واحنا يعني اكيد عايزين نسالك وناخد رايك بما انك احد رموز الكره المصريه وخبير كبير جدا في كره القدم بشكل عام، فيما يخص بالكلام اللي كان طلع مؤخرا والخاص بان يكون في لاعبين من الدوريات في شمال افريقيا بالتحديد ما بين مصر، يكون في تبادل طبعا بين اللاعبين في مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب، وان كل فريق يحق له ان هو يتعاقد مع اي عدد من اللاعبين المحليين. رايك ايه في هذه الجزئيه بالتحديد؟ وهل شايف ان هي هتكون اضافه للكره المصريه ولا ممكن تضر الكره المصريه من وجهه نظرك؟
اولا اهلا بك يا امير اهلا بحضرتك. وطبعا الموضوع ده موضوع شائك جدا، وموضوع طبعا انا شايفه انه صعب جدا لسبب بسيط. انت عندك اربعه النهارده اجانب يعني، وتقدر تجيب عليهم طبعا الانديه اللي هتبقى عندها مقدره هي اللي هتجيب، الانديه الثانيه هتبقى صعب العمليه. شايف كمان ان النهارده انت عندك ازمه في المهاجمين المصريين باستثناء طبعا صلاح، وان عندك مكان راس الحربه ان ما عندكش حد، كل الهدافين الموجودين في الدوري تقريبا هم الافارقه. بالظبط. فدي انا شايف انه ان 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 فيها مشكله كبيره جدا، لانه انت دلوقتي يعني هتبص تلاقي الفرص الناشئين نفسها هتقل جدا. يعني لو عندك ناشئ واعد وعاوز تلعبه وعاوز تديله فرصه هتقل جدا. المنافسه هتبقى في جاب كبير جدا في المنافسه. الفرق اللي عندها مقدره هتجيب اربعه افارقه واربعه من شمال افريقيا، يعني بتتكلم في ثمانيه لعيبه. فهيبقى في جاب كبير جدا، هتلاقي المنافسه محصوره فيها. هي فعلا محصوره بين الناديين، ثلاث انديه بالكثير اربع يعني لو قلنا. لكن في الوقت ده هتبقى العمليه في تفاوت كبير جدا في المستوى من الفرق اللي تلعب. طيب. الدوري العام معمول نفسه كله عشان يتولد منه لاعبين تقدر تختارهم للمنتخبات. عشان تدي فرص للناشئين اللي هم واعدين، ولذلك يظهر لك نجوم تقدر تستفيد بيهم في المحافل الدوليه. فانا شايف دي هتقلص من فرص اللاعبين المصريين من الناشئين، هتعمل فجوه كبيره جدا في المستوى الفني، وهيبقى في جاب كبير جدا بين الانديه. طب يا كابتن علي، لو بصلناها من منظور اخر، وان لو الفرق المصريه تعاقدت بشكل حر مع اللاعبين العرب في شمال افريقيا بالتحديد، ما هو في المقابل في لاعبين مصريين هيروحوا ايضا هذه الدول العربيه في شمال افريقيا، وايضا ممكن يكون او يفتح المجال بشكل اكبر من قبل الانديه المصريه في فتح الباب للاعبين في الاحتراف حتى في اوروبا وفي الخارج، وده ايضا هيعود بالنفع على المنتخب المصري. هي اعتقد معادله صعبه، لكن الجزئيه دي حضرتك شايفها ازاي لو كان متواجد عدد من اللاعبين العرب في صفوف الأندية المصرية؟ وأيضا ده هيؤدي لرحيل بعض اللاعبين للدوريات المختلفة بشكل كبير. والله بص، يعني أنا ما أضمنش كمان اللعيب النهاردة أندية شمال أفريقيا تطلب اللعيبة المصرية وتقول إحنا بالمثل أو كده. لكن أنا شايف بقى بدل ما تدي سماح بأربع لاعبين أفارقة أو أربع لعيب أجانب، أنت ممكن تخليهم ثلاثة على أساس مثلا تقدر تستعين باثنين لعيبه يبقى منهم اربعه في الملعب. يعني ممكن تستعين من شمال افريقيا باثنين، ماشي، ممكن يبقى منهم زي ما انت عامل اربعه في الملعب، يبقى انت ضمنت على الاقل في اثنين يبقوا موجودين. لكن تقلص عدد السماح للعيبه الاجانب اللي انت عاملهم على المشاعر، انت مدي اربعه دلوقتي. فممكن تخليهم اثنين، واثنين بقى انت حر فيهم تجيبهم من شمال افريقيا تجيبهم يعني يعني حضرتك قصدك ان يتم تقليص العدد، يعني ما يكونش العدد كبير يعني بما يسمح في تواجد عدد من اللاعبين المصريين في الصفوف. ما ينفعش يبقى في موجود اكتر من نص الفرقه اجانب. ما ينفعش. يعني كل الحالات ما ينفعش. انت ممكن يبقى عندك خمسه على اساس تلعب منهم اربعه. تجيب اثنين من شمال افريقيا وثلاثه من افريقيا عموما، في غرب افريقيا ولا جنوبها زي ما انت عايز، لكن في الملعب اربعه زي ما هم. وتجيب اثنين من شمال افريقيا، يبقى انت كده عملت اديت كده وما خلتش بالنظام اللي انت عامله بتواجد اربع اجانب موجودين معاك في الملعب. طيب يعني دي وجهه نظر، يعني ممكن تبقى تطرح، ممكن يحصل عليها تعديلات، ممكن يقولوا عليها زي ما هي، لكن هي وجهه نظر. لكن انا مش عايز يعدي نص الفرقه تبقى يعني يعني الاهم ان يكون اكتر من نص الفرقه مصريين، عشان ده هيعود بالنفع للمنتخب المصري. طبعا اكيد ده راي حضرتك، بما انك يعني لاعب مهم جدا في تاريخ الكره المصريه واحد اساطير الكره المصريه بشكل عام، فيعني اكيد راي حضرتك اكيد يكون مسموع بالنسبه لاتحاد الكره المصري بالتحديد. لكن ايضا فرصه حضرتك معايا نتكلم عن فريق وادي دجله، وحضرتك المشرف العام على الكره في وادي دجله، ورايك في اداء الفريق في الفتره الاخيره سواء في بطوله الدوري، الاداء يمكن متذبذب شويه مع بدايه البطوله بالتحديد، وايضا بطوله كاس مصر بعد فوزه الكبير على فريق الجونه بنتيجه 4-1. هي يعني طبعا البدايه كانت متعثره شويه عشان بس اللاعبين نص الفريق تقريبا صغار في السن. يعني انت بتتكلم على سته لعيبه تقريبا تحت السن. تمام. بتتكلم على ثلاثه واربع لعيبه 97، بتتكلم على اثنين لعيبه اساسيين
98 منهم محمد محمود طبعا في منتخب مصر الاولاني ومرعي محمود مرعي في منتخب مصر الاولمبي الاثنين 98 عندنا لعيب محمد رضا ده مواليد 2000 يعني يعني تقريبا تتكلم على اكثر من نص الفرقه من الناشئين. فعبال ما هضموا الشغل شويه واشتغل معاهم الراجل بيشتغل معاهم الحقيقه بيحفظهم الطريقه بدا الفريق الماتشات الاخيره اداؤه يبقى افضل ومستواه الفني يبقى اعلى. دليل ان هو يعني تعادلت مع الاتحاد في اسكندريه 2-2 وبعدين فزنا على طلائع الجيش 2-1 وبعدين هزيمه من منطقيه من سموحه مع ان الماتش كان كويس والاخر وقت كده لكن هزيمه منطقيه سموحه برضه بامكانياتها وقدراتها اعلى. فوز على الجونه 4-1 يعني كل دي شايف انه ان في يعني بصرف النظر حتى على النتائج لكن في تطور في الاداء وفي اللعيبه بتزيد وبدا تاخد ثقه في نفسها وبدا الانسجام يبقى بين اللعيبه وبدا المدرب حتى يبقى فيه تفاهم للحاجات اللي المدرب بيقولها والطلبات اللي بيطلبها وبدات اللعيبه تنسجم في الحقيقه في مع المدرب في الامور اللي هي بتبقى خاصه بالطريقه اللي بتلعب بيها الجديد. طيب كابتن علي يعني هل هي سياسه بالنسبه لفريق وادي دجله الاعتماد على الناشئين وخصوصا ان احنا عارفين وادي دجله عندهم امكانيات كبيره في التعاقد بعدد كبير من اللاعبين المميزين؟ هل شايف ان دي سياسه مناسبه بالنسبه لفريق وادي دجله في اختيار اللاعبين الناشئين والبدء فيهم او اشراكهم في مباريات بطوله الدوري بشكل عام مش مجازفه شويه بالنسبه لفريق وادي دجله؟ نعم هي فيها مجازفه انا معاك ولكن هيبقى لازم انا يعني المستوى زي ما قلت بيطمن شويه لكن هيحصل فيه تدعيم في يناير طبعا في يناير بحيث برضه يبقى تقدر ايه عندك لعيبه ذات خبره شويه تقدر تساند مع مجموعه الناشئين. انا شايف انا بيتهيألي ان وادي دجله فريق نمره واحد اللي عنده اصغر لعيبه في الدوري بالظبط دي حقيقه لكن لازم يتم تعديل باذن الله في يناير يمكن يكون في عناصر تقدر عند ذات خبره تقدر تفيد برضه وتقدر تكمل المشوار مع اللاعبين فبالتالي مع اللاعبين الصغار فبالتالي ان شاء الله لا هيحصل فيه ان شاء الله باذن الله دعم وحاجه كويسه لان انت كنت برضه في موقف حرج السنه اللي فاتت وكنت تلعب بلعيبه كلهم تقريبا خبره طبعا ما كانش فيهم لعيبه صغيره فالسنه دي انت النقيض بقى بتلعب بلعيبه صغيره اكثر من نص الفرقه وصحيح ما انتش يعني متقدم في الجدول ولكن على امل الامل جاي لان الناشئين دول بيزيدوا وبيعلوا ومستواهم بيزيد وبعدين بياخدوا الثقه في فاعتقد مع وجود عناصر جديده باذن الله في يناير هيبقى الفرقه ليها شكل تاني باذن الله. المدرب كمان في تمسك كبير بيه رغم ان البعض كان متوقع ان فريق وادي دجله يغير المدرب بعد طريقه لعبه وبدايته في اللعب من بدايه الملعب او من تحت شويه بلغه الكره كده، لكن واضح ان في تمسك من اداره وادي دجله وطبعا المسؤولين عن الكره في وادي دجله بالمدرب يا كابتن. لا هي في قناعه يعني قناعه باداء الراجل وفي قناعه باللي بيعمله وخدت وقت طبعا شويه في الاول لان اللعيبه برده كتيره مش حافظه والاخطاء كانت كتيره بصراحه يعني في البدايه كانت الاخطاء كتيره جدا بدات الاخطاء تقل شويه بدات الفرقه تتماسك وكده فواضح ان في اداء افضل حتى لو كان حتى لما خسرنا ماتش المقاصه الفرقه كانت بتلعب بشكل كويس جدا خسرنا ماتش انبي كنا بنلعب وان سايد جيم مع انبي في ملعب انبي الشوط الاولاني كله يعني خطا واحد قاتل قبل الشوط الاولاني بيخلص بخمس دقائق يمكن اول كوره تروح لعبد المنصف فشايف ان الرسم البياني طالع والفرقه طالعه وزي ما قلت لكن احنا ان شاء الله هيحصل تدعيم عشان نقدر يساند مع المجموعه اللي موجوده. طيب بمناسبه التدعيم يا كابتن علي واخر يعني سؤال عايز اسال حضرتك فيه وهو خاص باللاعب محمد محمود، يمكن الفتره الاخيره في كلام ان النادي الاهلي بيتفاوض مع هذا اللاعب لضمه في شهر يناير، هل في مقابل التدعيم ممكن يتم الاستغناء عن بعض اللاعبين ويمكن ابرزهم محمد محمود بالنسبه للنادي الاهلي؟ هل في مفاوضات فعلا الامور ماشيه ازاي؟ والله احنا يعني كراي فني احنا بنطالب ان الموضوع ده يبقى في نهايه الموسم. في نهايه الموسم يعني صعب في يناير. لكن كل شيء قابل للتفاوض احنا لسه قدامنا مشوار هنشوف نقدر ايه ندعم بمين هنجيب مين اللي ممكن يحل المحل يعني محمد محمود مين اللي ممكن يبقى فيه استفاده منه مثلا من النادي الاهلي او كده يعني دي عمليه موجوده للتفاوض بين طبعا
اداره النادي الاهلي وادي دجله. بالظبط كده. طيب كابتن علي ابو جريشه، انا بشكرك شكرا جزيلا. طبعا كان معنا احد نجوم واساطير الكره المصريه كابتن علي ابو جريشه، واتكلمنا عن ملف او جزئيه مهمه جدا هي خاصه باللاعبين المحليين او اللي هيعتبروا محليين من شمال افريقيا في مختلف الدوريات اللي في شمال افريقيا، وايضا اتكلمنا عن فريق وادي دجله ومشواره هذا الموسم في بطوله الدوري وكاس مصر. اتكلمنا كمان على محمد محمود، وزي ما احنا عارفين ناس كتير بتتكلم عن هذا اللاعب، لكن اللي يعني اللي يقرا ما بين السطور كده في كلام كابتن علي ابو جريشه اعتقد ان اللاعب اصبح قريب بشكل كبير جدا انضمام للنادي الاهلي. طيب عشان وقتنا نروح بسرعه نشوف اهم الاخبار على السوشيال ميديا. ابدا الجهاز الفني، ثواني احنا هنروح دلوقتي للسوشيال ميديا. فبالتالي استاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي كتب على تويتر بعد فوز الاهلي على الترسانه في الكاس: الحمد لله في غياب فريق كامل، باحتياطيه القادم افضل ان شاء الله. كمان نشر اسلام محارب لاعب الاهلي على انستجرام صوره الفريق قبل مباراه الترسانه وكتب: مبروك لعيبه كلها رجاله، ما شاء الله اول ماتش ليكم من سنه، اول مره تلعبوا مع بعض، كلكم كنتوا كويسين ورجاله وان شاء الله القادم افضل، مبروك الصعود. ونشر احمد الشيخ على تويتر صوره من الماتش وكتب: مبروك لكل اهلاوي ولاعيبه كلها رجاله، النهارده اول مباراه ليهم من فتره كبيره، لكن الحمد لله ربنا كرمنا وان شاء الله اللي جاي يكون احسن ونكون عند حسن ظن النادي الاهلي وجمهوره. كمان نشر احمد ياسر ريان صوره على انستجرام وكتب: الحمد لله، اما شيف عبد الفضيل لاعب الاهلي السابق فكتب على تويتر: الاهلي بمن حضر، ودي حقيقه. ونروح لمعسكر المنتخب الوطني، نشر محمد هاني لاعب الاهلي صوره النهارده الصبح على تويتر مع محمد صلاح وكتب: مورنينج، صباح الخير يعني. كمان نشر احمد حجازي المحترف في ويست بروميتش الانجليزي صوره من تدريبات الفراعنه على صفحته على انستجرام: احمد حجازي مش هيلعب اول مباراه عشان موقوف. ونشر محمد عواد حارس مرمى الوحده السعودي صورتين من التدريب على تويتر وكتب: مصر. وكمان محمود حسن تريزيجيه المحترف في قاسم باشا التركي حرص على نشر صوره له بقميص الفراعنه على صفحته على تويتر. وعالميا نشر كمان ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي ومنتخب المانيا صوره على تويتر من معسكر المنتخب وكتب: لا تفقد مزاجك الجيد ابدا. كمان نشر مسعود اوزيل نجم ارسنال صوره على تويتر وعلق عليها: صدق بينهم بينما الاخرين في شك، صدق بينما الاخرين في شك، اما هاري كين نجم توتنهام والمنتخب الانجليزي فنشر صوره على تويتر وهو بيمضي على تيشيرتات المشجعين وكتب: عظيم ان تلتقي بالمعجبين وتساهم في رسم الابتسامه على وجوههم. وكمان نشر صفحة بليتشر فوتبول على فيسبوك صورة للزي الجديد والغريب لنادي زامورا سي اف احد الانديه دوري الدرجه الثالثه الاسباني، واللي تصميمه يحمل صورة لجسم الانسان من الداخل. وبعيدا عن كرة القدم كمان اعلن رافائيل نادال نجم التنس العالمي على تويتر تضامنه مع ضحايا فيضانات مايوركا وكتب: يوم حزين في مايوركا، تعزيمة القلبية إلى أقارب المتوفين والمصابين بالفيضانات الخطيرة في سان لورينس كما فعلنا بالأمس، نقدم اليوم يبدأ العون للجميع المتضررين. نشرت صفحة رياضة دوت كوم على تويتر صورة غلاف صحيفة ماركا الإسبانية وكتبت ماركا: رافائيل نادال ساعد في عمليات التنظيف بعد فيضانات جزيرة مايوركا وحول مركزه التدريبي لمأوى للأسر المتضررة. طيب كلام أكيد كله كان مهم وكان فيه أخبار عديدة على السوشيال ميديا وبعض التعليقات من نجوم الكرة العالمية. بعد الفاصل إن شاء الله هيكون معنا ضيفنا العزيز أستاذ عمر عبد الله الناقد الرياضي في الوطن عشان نتكلم على أمور الخاصة بالكرة المصرية بشكل عام بعد الفاصل. مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، والفقرة الأخيرة معانا النهارده في برنامج كلام في الميديا بينضم لي في هذه اللحظات طبعا الأستاذ عمر عبد الله الناقد الرياضي بجريدة الوطن. أستاذ عمر برحب بيك. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ نبتدي من الأهلي. معاك. في البداية طبعا عايزين نتكلم عن مباراة الأهلي بالأمس أمام فريق الترسانة، أهميتها بالنسبة للفريق وخصوصا إن هو مقبل على مرحلة مهمة جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخصوصا كمان إن هي كانت بعد هزيمة أمام فريق الاتحاد السكندري. رأيك في المباراة بالتحديد كمان في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين؟
مباراة مهمة جدا، أهم حاجة في المباراة دي الاستمرارية، إن أنت بتفضل بتنافس في كل البطولات، النادي الأهلي دايما بيلعب على كل البطولات، متواجد في بطولة أفريقيا في النصف النهائي، قطع شوط كبير إن شاء الله بإذن الله إن هو يكون موجود في النهائي، متواجد في بطولة الدوري الممتاز، فبطولة الكأس دايما بتبقى خادعة، أصعب بطولة ممكن تاخدها بطولة الكأس، خاصة كمان مع اللخبطة اللي عندنا هنا في الكورة في مصر، فأنت بتلعب تقريبا من غير الفريق كله، لكن تواجد عدد كبير من اللاعبين اصحاب خبرات عندهم خبرات زي احمد الشيخ اللي نزل خلص المباراه، اسلام محارب موجود في الفتره اللي فاتت مع الفريق، برده تواجد لعيب بحجم شريف اكرامي موجود على الدكه في وسط اللاعبين، ده برده حتى لو ما شاركش كان مدي مساحه كبيره جدا من الثقه ان هو يكلم اللعيبه ويتواجد معاهم. مباراه كانت مهمه جدا جدا، مش مباراه زي ما الناس فاكره ما بين فريق في الدرجه الاولى وفريق في الدرجه الثانيه، بالعكس المباريات اللي بتبقى زي دي بتبقى الطموح الوحيد لفرق الدرجه الثانيه. الترسانه قدم مباراه كويسه جدا، ولكن في الاول وفي الاخر انت بتلعب النادي الاهلي، فطبيعي ان النادي الاهلي بيكون عنده الاوبر هاند في في في, في المواقف اللي زي دي. كارتيرون تعامل مع المباراه بشكل جيد جدا. احنا عندنا ازمه في الكره المصريه ان انت المدرب بيفضل في عنق زجاجه الموسم كله، ان انت الموسم كله انت مش عارف له راس من رجليه، فانت بتلعب بطوله الكاس انت لسه في بدايتها، وانت المفروض في نهايه بطوله افريقيا، بتلعب في الدوري وانت لسه بتنافس وحامل اللقب، وانت بتفنش كلها في بعض. فالراجل يعني احسن التعامل مع المباراه. الراي الفني طبعا عليه اختلافات كتير، ممكن الناس تشوف ان المباراه كان المفروض الاهلي خلاصها من بدري او ولكن في النهايه حقق المطلوب، واهم حاجه موجوده حاليا دلوقتي ان الفريق بينافس في الثلاث بطولات اللي هو متواجد فيها. طيب هنرجع للاهلي تاني، بس خلينا نروح بسرعه لزميلنا احمد كوان مراسل قناه النادي الاهلي، واللي كان متواجد في المؤتمر الصحفي النهارده الخاص بمنتخب مصر قبل مباراه الغد. يا احمد مساء الفل عليك. سعد عليك. اخبارك ايه؟ عمر عبد الله برحب حبيبي، وحشني يا ابو حميد، ومرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان يا حبيبي. اهلا بك يا احمد، طمنا طبعا عن المؤتمر الصحفي الخاص بمستر اجيري النهارده قبل مباراه الغد، وانت حضرت المؤتمر، قول لنا ابرز ما دار في هذا المؤتمر. بدايه طبعا المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب مصر ومباراه سوزاندا، اكيد ان المنتخب بيخوض هذه المباراه من تصفيات الكاميرا ان شاء الله 2019. اتمنى التوفيق لمنتخبنا مباراة الغد، لكن بداية المؤتمر الصحفي بدأ متأخر شوية، وكان في اعتذار صريح من مستر أجيري على التأخير بسبب سوء الانتقالات، كانت الدنيا زحمة وكده، لكن هو لما بتكلم بشكل صريح إن هو سعيد إن المباراة تتلعب في القاهرة، ولأن طبعا ده محتاج دعم كبير جدا من الجماهير، بيحترم المنتخب جدا، والمجموعة بالنسبة له لسه مفتوحة، هو بيلعب النهاردة رقم 2 وبيأمل إن هو رقم 1 واتوقع على تونس المشوار اللي جاي، الهدف الصريح في الفتره اللي جايه، اكد ان كل اللاعبين بصحه جيده وجاهزين لمباراه بكره. لما بعض الناس اتكلموا عن بعض العناصر بانضمام لاعبين محمود علاء او وليد سليمان لاعب النادي الاهلي واحمد فتحي، انا ما اقدرش اتكلم عن اي لاعب في المنتخب بره المنتخب، انا بتكلم عن اللاعبين جوه المنتخب. ممكن تسالون عن 25 لعيب، لكن لو اتكلمت على كل اللاعبين في الدوري هتكلم على 400 لعيب. بذكاء مدرب ما ردش على السؤال ده. بالظبط، لما اتسال عن محمد صلاح بالتاكيد عارف قيمه محمد صلاح طبعا، يمكن ثلث المؤتمر الصحفي كان على محمد صلاح من الاسئله. محمد صلاح قال ان محمد صلاح عنده رغبه كبيره جدا في انه يلعب في المباراه، واحنا عندنا رغبه في تواجده لان لعيب كبير عنده حظوظ، كل مباراه بيصنع فارق بيديك اكثر من كام اسيست، فبالتالي وجوده ان شاء الله بكره هيكون موجود. كذلك برضو كان في سؤال يخص ان محمد صلاح جاهز ولا مش جاهز، هو اتاكد واشار ان محمد صلاح بيلعب في الدوري الانجليزي في كل المباريات، فبالتالي هو جاهز، وهو جاهز كمان داخل معسكر المنتخب. السؤال كان خارج المؤتمر واطار المؤتمر عن موضوع لاعب شمال افريقيا، هو رد باختصار قال لك ان اللاعب المصري لازم يكون مميز عن غيره، ان ده حقه في انه يلعب بالمنتخب، مستوى اللاعب المصري لازم يفرض نفسه على المستوى شمال افريقيا او غيره، واعتقد ان النقطه دي مش هتفيدني في الفتره الحاليه. نتكلم بس عن يعني هو مش عاجبه موضوع تبادل اللاعبين ما بين دول شمال افريقيا بشكل حر من غير ما يكونوا او يعتبروا لاعبين محترفين في الدول المختلفه. لا هو مش هو ما قالش الصراحه بالرفض او بالقبول، لكن هو اتكلم بشكل اعتيادي ان يفضل ان اللاعب المصري هو اللي ياخد حقه اكتر، واللاعب المصري لازم يتطور على اللاعب المحترف. انا سالته سؤال عن المستوى الفريق اللي انت بتقابله هو مجهول بالنسبه للمصريين، فبالتالي واجهنا تشكيله جديده ووجوه جديده، انا اتفق معاك ان مستوى المنتخب المصري اعلى مستوى السويسري المنافس، لكن في النهايه لازم نحترمه، واحنا محتاجين الثلاث نقاط. واما عن الوجوه الجديده في التشكيل فان شاء الله تشوفها بكره. محمد كانت بعض الاسئله مطروحه ليه،
اتكلم بعض الزملاء عن صلاح، وان صلاح ما كانش موفق في الفترات الاخيره خصوصا كان صدفه باد لك في ضربه الجزاء اللي فاتت وكوره مع تريزيجيه، لكن قال ان صلاح محمد رد قال لك ان اي لاعب في العالم طبيعي جدا يكون موفق ومش موفق بعض المباريات، طبيعي جدا يهدر اهداف وحقق اهداف، دي كره قدم النهارده كسبان بكره خسران. اتكلم عن برضه نقطه كانت مهمه، بعض الصحفيين سالوه عن غياب الوديات، مدرب جاي استلم مهمه بلا وديات يا امير. سؤال مهم ده. كان بيمس شخصيه اجيري وكذلك اللعيبه بالنسبه لهم هيستوعبوا الضغط اللي عليهم من اختلاف ثقافتين مختلفتين. رد محمد وقال طبيعي جدا كنا مضغوطين ولكن احنا اتعودنا بحكم ان احنا بنلعب في دوريات مختلفه، وكذلك كل الزملاء اتعودوا من اول يوم شاركوا في المنتخب سواء نجوم جديده ان طبيعي جدا انك تلعب تحت اي ظرف، وانك طبيعي جدا تسعد الملايين اللي منتظره في الشوارع او في المدرجات. اتكلم برضو عن سالته عن موضوع تريزيجيه والربط بينه وبين صلاح في ضربه الجزاء، فتريزيجيه خد الكوره كان عاوز يلعب، فطبيعي جدا في اي فريق بيكون مرتب يا امير مين يلعب رقم واحد بعد كده رقم اثنين. فرد المحمدي قال ما فيش مشكله خالص بين تريزيجيه وصلاح، هو تريزيجيه مؤثر، صلاح برضه ما كانش موظف في ركله الجزاء لكن هو رقم واحد في التسديد هو محمد صلاح في الضربات الثابته. ماشي. كان في سؤال اخيرا يعني مش عاوز اطول عليك. اتفضل. كان بعض الناس سالوا ان الثقافتين بقى وطريقه الاختلاف بين طريقه اللعب سواء اجيري او كوبر السابق المدير الفني للمنتخب المصري، فبالطبيعي كان رد المحمدي مدرستين كبار جدا، ده مدرسه بتلعب بشكل دفاعي وزوم ديفنسك عالي جدا، اما المدرسه اللي احنا بنتدرب معاها دلوقتي هي مدرسه هجوميه بحته. تمام. المنتخب يعني خلاصه المؤتمر ان المنتخب جاهز بنسبة كبيرة جدا جدا ان هو فريق نواجه. ماشي يا احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا احمد كوان مراسل قناة النادي الاهلي، وقال لنا تفاصيل كتيرة جدا عن المؤتمر الصحفي الخاص بمستر اجيري النهاردة قبل مباراة الغد امام سويسلاند. نكمل كلامي مع استاذ عمر عبد الله، وكنا بنتكلم عن النادي الاهلي، هناخد بعض النقط اللي اتكلم فيها احمد كوان، لكن نخلص جزئية النادي الاهلي الاول، واتكلمت انت عن التحديات المختلفة اللي بيلعب فيها الفريق هذا الموسم مختلف البطولات. هل شايف ان الضغط في كل البطولات دي ممكن ياثر على النادي الاهلي بالتحديد في مرحله مهمه جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا ومباراه العوده امام فريق فوكس تيب؟ هو النادي الاهلي معتاد على هذه الضغوط، يعني النادي الاهلي معتاد على هذه الضغوط وعنده ترتيب اولويات، يعني هزيمه الاتحاد السكندري بالنسبه للنادي الاهلي ما بتبقاش فاجعه كبيره جدا، ليه؟ لان هو الدوري، هو الاهلي عارف الاولويات بتاعته ايه، الدوري انت ممكن تقع في مباراه عوض، عندك اكتر من 25 30 مباراه عوض فيهم، لكن لما تيجي تلعب بطوله افريقيا المباراه الواحده بتبقى نوك اوت خلاص، الغلطه بفوره زي ما بيقول. فبالتالي هو في ترتيب اولويات بالظبط، ترتيب اولويات وتحديد اتجاهات. حاليا دلوقتي ما فيش صوت يعلو فوق صوت دوري ابطال افريقيا، خصوصا بعد نتيجه مباراه الذهاب كان ممكن تعلى النتيجه طبعا اكتر من كده، ولكن يبقى 2-0 مع نادي زي النادي الاهلي وفريق زي النادي الاهلي تبقى نتيجه مطمئنه الى حد كبير، مجرد بس صعود للمباراه النهائيه ده برده هيخلي يخفف الضغط. انا ما اعتقدش ان في اي تاثير على النادي الاهلي سلبيا خلال الفتره دي، لانه معتاد دايما النادي الاهلي السنه اللي فاتت برده كان موجود في البطوله الافريقيه لحد المباراه النهائيه لحد نهايتها، ومع ذلك توج ببطوله الدوري ونافس في بطوله الكاس، وبالتالي هو النادي الاهلي معتاد على هذه الضغوط، واعتقد ان هي زي ما بقول لك بس هي اللخبطه، انت بتحس كل شويه ان في عنق زجاجه، كل شويه في عنق زجاجه ما بيخلصش، ولكن اعتقد على شهر ديسمبر ان شاء الله، يعني قدامنا شهر او حاجه، عنق الزجاجه ده ينتهي مع نهايه بطوله افريقيا ان شاء الله اللي بنتمناها للنادي الاهلي ان شاء الله. يا رب نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله. لكن نروح بقى لمنتخب مصر واللي بيستعد لمباراه مهمه غدا، وزي ما سمعنا احمد كوان من شويه اتكلم عن مؤتمر صحفي خاص بمستر اجيري، عندك تعليق على اي كلام او من سؤال من الاسئله اللي اتسالت مستر اجيري؟ هو عندي تعليق على اجيري نفسه، اجيري ذكي. اجيري ذكي جدا، عارف مميزاته، ذكي جدا، وعارف ان هو جاي في مقارنه مع هيكتور كوبر. هيكتور كوبر رغم ان هو يعني في المجمل العام نجح في تحقيق اهدافه بالظبط، وصول لكاس الامم الافريقيه ونهائي كاس الامم الافريقيه ثم الصعود لكاس العالم، الا انه كان مدرب مغضوب عليه بسبب طريقه اللعب وشكل طريقه اللعب، فهو عارف انه دايما هيتناقش في طريقه اللعب، اللاعبين اللي ما كانش بيختارهم كوبر، فهو مدرب ذكي جدا بيعرف يخرج من المواقف دي. كمان ساعده ترتيب المباريات، عنده مباراه مع النيجر في المباراه الاولى زي ما احنا شفناها، قدر انه يحقق فوز عريض، وبعد كده مباراه غدا بكره مع سوازيلاند ومباراه ثانيه مع سوازيلاند، فعنده ترتيب المباريات مديله مساحه انه يقدر يعني يعتبر المباريات دي مش هنقول مباريات وديه، ولكن فرق المستوى كبير جدا، فمديله مساحه ان هو يجرب ان هو يدخل طريقه لعب جديده،
ذكائه كمان في الاستغناء عن مركز صانع الالعاب اللي فيه ازمه في مصر كلها. طبعا دايما كنا بنقول ان مركز رقم 10 ده فيه مشكله صانع الالعاب، فهو استغنى عنه تماما وعوضه بثلاثه في خط النص. فواضح جدا ان اجيري ذكي جدا، عارف هو جاي على ايه، ترتيب المباريات خدمه، ولكن نتمنى بقى ان ترتيب المباريات ده يديله مساحه انه يدخل عناصر جديده للمنتخب الوطني. شفنا ده يعني برضو باهر المحمدي في المباراه الاولى بدا بشكل كويس جدا. بكره احتمال كبير جدا عمرو طارق يبدا لغياب حجازي عشان الانذارين، لعيب كويس جدا وبرضو خد تجربه وبياخد تجربه في الدوري الامريكي. شفنا ايمن اشرف خد معاه فرصه المباراه الفتره رغم انه كان بينضم، رغم مستوى عالي جدا ولكن بينضم ما كانش بيشترك مع كوفر، لكنه شارك المباراه اللي فاتت، احتماليه كبيره جدا برضو ان هو يشارك بكره. اتمنى بقى الفتره اللي جايه تحديدا صلاح محسن ياخد فرصه في المنتخب، لان انا بشوف ان صلاح محسن هو انسب مهاجم يلعب مع محمد صلاح. بس اللي عطلته شويه على المعسكر ده بالظبط، لكن انا اتمنى ان هو ياخد فرصه في الفتره اللي جايه مع المنتخب، مع الوجوه اللي هو الوجوه الجديده اللي بيضمها اجيري وبيدخلها مع الفريق في الفتره دي، لان صلاح محسن هو انسب واحد يلعب مع محمد صلاح في ثلاثي الهجوم. صلاح محسن تريزيجيه عشان السرعة، وعشان كمان لو بصيت على طريقة لعب صلاح مع ليفربول، احنا هنقول شبه يعني مش نفس يعني بس شبه الطريقة يعني. بالظبط، اتكلم على فيرمينيو ماني صلاح، ثلاثة عندهم فليكسبيليتي بيتحركوا كلهم الثلاثة مع بعض، ما فيهمش المهاجم التارجت مان السترايكر الصريح، فانت ممكن تدخل صلاح مع تريزيجيه مع صلاح محسن، يبقى هم الثلاثة برضو عندهم نفس القابلية وتستفيد منهم هم الثلاثة بمعدل السرعات. كمان تدي ثقة لصلاح محسن، صلاح 26 سنة، صلاح محسن 21 أو 20 سنة، بعد 4-5 سنين صلاح هيخش ثلاثينات، فصلاح محسن هو اللي يقود المنتخب، يبقى عندك تلاحم أجيال بشكل كويس في لعيب واعد يقدر يقود هجوم منتخب مصر الفترة اللي جاية إن شاء الله. طيب أنت مع استبعاد بعض اللاعبين أمثال مثلا وليد سليمان، أحمد فتحي، والسياسة اللي بيتبعها الجهاز الفني دلوقتي للمنتخب أن هو يعتمد على اللاعبين اللي سنهم يكون صغير شوية ليستفاد منهم على مراحل بعيدة، لكن أعتقد في نفس الوقت ممكن أن أنت تضيف لاعبين يكون عندهم خبره ينقلوها للاعبين الصغيرين دول بالتحديد في منتخب مصر، انت مع الجزئيه دي استبعاد بعض اللاعبين الكبار مثلا؟ هو جميل ان يبقى عندي استراتيجي ان انا ادخل لعيبه صغيرين واديهم فرصه وكل الكلام ده، ولكن انت بغض النظر كمان عن الـ 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 الخبرات، انت في مستوى بيفرض نفسه انك ما لازم يبقى عندك، ده يبقى بره استثناء القاعده اللي انت حاططها، يعني انت حاطط قاعده ان انت هتعتمد على اللعيبه الصغيره عشان جيل جديد وما الى ذلك، لكن عندك مستوى بيفرض نفسه ان يبقى استثناء للقاعده دي، تحديدا وليد سليمان. يعني انا مش من الموسم اللي فات كمان، مش الموسم الحالي بس، لا من الموسم اللي فات، بس الموسم ده باين اكتر، ظاهر اكتر، لان وليد لعيب دايما بنقول ان اللعيب الكبير يبقى دايما في المباريات الكبيره بالظبط، والاهلي كل مبارياته الاخيره مباريات كبيره، فهو ظاهر بشكل كبير جدا في المباريات الكبيره، واضح ان هو عنده القدره ان هو يشيل الفريق بشكل كويس، كمان تغيير مركزه من الطرف للقلب بالظبط، برضه عنده ادى قابليه ان اللعيب ده ممكن يلعب في اكتر من مركز، هو بصراحه بشكل بالزبط كبير جدا يعني. فبالتالي لو انت عندك استراتيجي ان انت تلعب بلعيبه شباب ولعيبه صغيرين في السن، ده مقبول جدا وده طبيعي جدا، واحنا كنا لسه بنقول ادي صلاح محسن في الفتره اللي جايه بعد ما تعطل الفتره دي وكان موجود معاك في ماتش النيجر، لكن عندك برضو بعض المستويات بتبقى استثناء للقاعده. وليد سليمان استثناء لقاعده ان انت تعتمد على اللعيبه الشباب، لازم وليد سليمان يكون موجود، خصوصا انت عندك بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله السنه الجايه على طول، يعني مش هيكون كبر يعني هو موجود يعني هو حتى. وبعدين احنا ليه بنبص على السن ان هو كبر؟ انا ممكن اجيب لعيب صغير ما يدينيش الاداء ده بالظبط، يعني احنا بنشوف كريستيانو رونالدو رايح يوفنتوس 120 مليون يورو 33 سنه، يعني الفكره ما لهاش اي علاقه خالص بان انت عندك كام سنه. انا اللعيب بالنسبه لي بمجرد من حاله مجرده، انا عايز منه الواجبات، هل اللاعب ده بيؤدي الواجبات دي ولا لا؟ سنه بقى 40 سنه لسنه 15 سنه دي مش بتاعتي انا، ليه ان اللعيب ده بيؤدي هذه الواجبات. طبعا وليد سليمان بيقدم مستوى عالي جدا، برضو مش عايزين نبقى نتكلم على وليد سليمان في احمد فتحي سيء، لا بالعكس خالص، طبعا لعيب من افضل اللاعبين اللي موجودين الفتره الاخيره، يمكن هو كان عنده اصابه بس بسيطه حتى ما لعبش مباراه الامس، كدنا بس في اوروبا كده، ولكن هو طبعا ده برضو هو مستبعد اصلا من مباراه النيجر، لكن احمد فتحي يعني ممكن يكون مرهق شويه الفتره اللي فاتت، تلاحم مواسم بشكل كبير جدا، لعب كاس عالم، احمد تاريخ كبير جدا طبعاً في الكره المصريه، احد اهم لاعبي الكره المصريه على مدار التاريخ يعني، ولا لاعب عمل كل حاجه يعني، لعب كاس عالم كبار ولعب كاس عالم للشباب ولعب كاس عالم للانديه والاولمبياد وكاس امم افريقيه شباب، يعني لعيب كبير جدا برضو طبعاً. قد يكون ليه دور في المنتخب الفتره اللي جايه، خصوصا ان احنا برضو المنتخب عنده ازمه في الظهير الايمن، مفيش غير احمد المحمدي ومحمد هاني بيخش الفتره الاخيره دي، فاحمد فتحي ممكن يكون موجود، وانا اعتقد ان احمد فتحي كده كده هيكون موجود، لان اي مدرب في العالم بيحب الاربع لعيبه في لعيب،
وهو ده احمد فتحي. هو جوكر او احمد فتحي اربع لعيبه في لعيب واحد بالظبط. يعني انت متوقع ان هو يلجا لاحمد فتحي وليد سليمان في الفتره اللي جايه؟ وليد سليمان هو لازم يلجا له بصراحه. لازم يلجا لوليد سليمان لان يعني صعب جدا ان هو يكون موجود. لكن هو عامه اجيري انا يعني هعذره لانه لسه في مرحله الاكتشاف. في لعيبه كتير جدا في الدوري تستحق ان هي تكون موجوده سواء من النادي الاهلي او من الانديه الاخرى. فاعتقد ان هو يعني يعدي بس خصوصا بعد ما ان هو ضم احمد علي لعب مقاولين تخطى ال 30 سنه اعتقد 32 سنه ومع ذلك ضميته. هو طبعا تم استبعاده بعد اصابته لكن يعني اذا ممكن يبقى في قابليه. ده اللي انا بقول لك ان هي فكره السن جميله جدا ان انت تحط بروجكت طويل المدى ولكن انت هيبقى عندك استثناءات. بالظبط هيبقى عندك لازم. استثناءات لان في المستوى بيفرض نفسه في الاول وفي الاخر. طيب رايك ايه في موضوع اتحاد شمال افريقيا وان خلاص في اتجاه ان يتم الموافقه على تبادل اللاعبين بشكل حر خالص من غير ما يعتبروا اللاعبين محترفين في مختلف الدول في شمال افريقيا بالتحديد؟ يعني هل شايف الموضوع ده هيكون مفيد للدوري المصري ومن ثم كمان المنتخب المصري ولا هيضر كمان الكره المصريه؟ هو انا بالنسبه لي الموضوع ده عايزين نفصله لنقطتين. اول نقطه احنا هنعمل الموضوع ده عشان نبقى دوله مستورده للاعبين ولا مصدره للاعبين؟ يعني انت عايز تقوي الدوري ولا تقوي المنتخب؟ ابسط مثال واضح لاي حد بيتابع كوره، دوري انجليزي اقوى دوري في العالم، منتخب ضعيف جدا. فانت عايز تقوي الدوري بتاعك يبقى بروجكت. الانجليزي كان كويس في كاس العالم. المنتخب الانجليزي ادى اداء مقبول في كاس العالم، وصل قبل نهائي. ولكن برضو لو بصيت للمشوار هتلاقي ان هو ما لعبش غير السويد وبعد كده يعني كولومبيا تعادل ثم ما واجهش الفرق القويه اللي لعبها، لعب بلجيكا مرتين خسر المرتين. ولكن في النهايه وصل قبل نهائي كاس العالم. ولكن احنا بنتكلم على مدار التاريخ اقوى دوري في العالم، ولكن منتخب ضعيف. هل انت عايز تعلي البراند بتاع الدوري المصري كاتحاد كوره مقابل ان انت تشتغل على المنتخب باستراتيجيه تانية؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني، وهل اتحاد الكوره درس الموضوع ولا هو مجرد اقتراح وافق عليه؟ يعني هل درس ان هو لما هيستقبل لعيبه من شمال افريقيا؟ انت شايف انه درس ولا ما درسش؟ لا ما درسش طبعا. الفكره طلعت يوم السبت وقفوا عليها لحد. لا ما درستش. فنيا بقى هتفيد او مش هتفيد؟ هي اكيد هتفيد. هتفيد الانديه طبعا بشكل كبير جدا، واضح تالق كبير جدا للعيبه شمال افريقيا في مصر سواء كان في الاهلي او في الزمالك. بنتكلم على علي معلول، واحد من افضل الاجنحه اللي جت في تاريخ الكره المصريه الاجانب، مفتاح لعب عالي جدا وعنده ثقافه، والثقافه دي مهمه جدا في الملعب طبعا. على فكره لعيب يعني عنده ثقافه الملعب، لعيب مهم جدا. وليد ازارو موجود، حتى لو بصينا في الزمالك هنلاقي فرجاني ساسي وحمد النقاص برضو موجودين من شمال افريقيا. في لعيبه ثانيه بتلعب من شمال افريقيا في انديه الدوري الممتاز. فبالتالي انت في حميد احداث كمان وفي حميد احداث في الزمالك لكن لسه ما خدش فرصته. فهي من ناحيه رفع مستوى اللاعبين لا الانديه، انا اسف، هترفع مستوى الانديه بشكل كبير جدا. لكن المنتخب لا هتضر طبعا المنتخب. يعني احنا ما هو في المقابل انت لما هتجيب لاعبين زي دول مثلا من شمال افريقيا، ما انت عندك نفس اللاعبين او ممكن لاعبين مصريين يروحوا شمال افريقيا، وفي نفس الوقت ممكن الانديه المصريه تفتح باب الاحتراف الخارجي بشكل اسهل شويه. هنا بقى السؤال، احنا كام لعيب عندنا خرج من مصر راح شمال افريقيا؟ انا ما افتكرش غير عمرو مرعي. عمرو مرعي بس تقريبا هو اللي راح النجم الساحلي التونسي. احنا عندنا صعب قوي اللعيب ما بيفكرش انه يروح شمال افريقيا. احنا اللعيب عندنا يطلع بره قبل كده. عمرو زكي راح شويه، ما حتى التعاقد ما كملش مع الرجاء، ما كملش، يا دوب نزل فتره الاعداد وبعد كده خرج. فهي المشكله في كده. لكن انا الاهلي كان جاب انيس بوجو جلبان وكان نجم كبير، كان قائد فريق الصفاقسي، كابتن فريق الصفاقسي، وجاب علي معلول وهو كابتن فريق الصفاقسي. فهم طبعا انديه شمال افريقيا انديه كبيره ودوريات كبيره جدا، ولكن قد يكون عندهم ثقافه ان انا اروح العب في اهلي واروح العب في الزمالك. احنا عندنا لعيب ما بيروحش شمال افريقيا. ده ممكن يكون راجع الامكانيات، فرق امكانيات في الناحيه الماديه بالتحديد ما بين مصر وبقيه دول شمال افريقيا. لان على حد معلوماتي المرتبات او الاجور هناك بالنسبه للاعبين شمال افريقيا اقل بكتير من مصر. وممكن تكون فرق طموحات، ان انت تيجي النادي الاهلي. يعني انيس بوجلبان هو جه بعد مباراه الصفاقس الشهيره، هو جاي عايز ياخد دوري ابطال افريقيا. الاهلي حرمني من دوري ابطال افريقيا، انا عايز اخد دوري ابطال افريقيا. علي معلول نفس القصه، والاثنين وصلوا نهائي افريقيا مع الاهلي، وكمان انيس بوجلبان توج بالبطوله. فبالتالي هو ممكن يكون فرق طموح برضه. ده مش تقليلا من انديه شمال افريقيا، انديه شمال افريقيا انديه كبيره جدا، وطبعا الترجي موجود في قبل النهائي، ووداد بطل السنه اللي فاتت، والنجم الساحلي، كلهم انديه كبيره. لكن احنا بنتكلم في حاله الكره المصريه بس تحديدا. القرار قد يكون صائب بس لو اتحاد الكره درسه. انا شايف ان في استعجال. ما اتدرسش. انت لما هتجيب اللعيبه دي هل هتقنن؟ يعني هو لعيب مش هيعتبر لعيب اجنبي، بس هل انا ممكن اشتري 11 لعيب من بره؟ ما دي برضو مشكله كبيره جدا. طب لو حصل وعندك العدد ده زاد، البديل ايه بالنسبه لك في المنتخبات؟ الانديه الاوروبيه
لا عشان لو في حد هيضرب المثل ويتكلم بان اوروبا فاتحه كل حاجه، الانديه الاوروبيه بتشترط ان انت عندك حد يعني عدد معين من اللاعبين من مدرسه النادي ومن الجنسيه لازم يبقوا موجودين في القائمه. يعني لما بتلاقي 25 لاعب في دوري ابطال اوروبا لازم عندك خمسه من ايطاليان ايطاليين مثلا من قائمه يوفنتوس من مدرسه الكره في يوفنتوس. فبالتالي انت بتقنن الموضوع ده، بتحط نسبه 20% من القائمه من اللاعبين المحليين. هل اتحاد الكره درس ده؟ انا ما اعتقدش ان هو درس القرار ده، هو قرار اتاخد بشكل سريع جدا، ولكن طبعا زي ما قلت لك عشان ما نبقاش تهنا في الكلام، هو فنيا هيفيد الانديه بشكل كبير جدا، لكن اتحاد الكره لم يدرسه بالشكل الكافي. انت ضد القرار ده؟ انا شايف ان هو كان المفروض يعني يدرس، لو هيتطبق يتطبق من اول الموسم الجاي. طيب، مش في نص الموسم. طيب نروح للكره العالميه شويه، نبتدي بمحمد صلاح. رايك في محمد صلاح الموسم ده بالتحديد؟ الناس كلها بتقارنه بالموسم اللي فات وارقامه الرائعه في الموسم اللي فات، شايف ان البدايه مختلفه بالنسبه لمحمد شويه كمان من ناحيه التركيز ممكن يكون قليل شويه بالنسبه لمحمد، ولا رؤيتك ايه؟ محمد صلاح واحد من افضل اللاعبين في العالم، مش بكلامنا ولا براينا، ده هو خلاص امر واقع، ثالث احسن لعيب في اوروبا وثالث احسن لعيب في العالم بالزبط. ومرشح من 30 من البالون دور. لكن هو محمد، انا بشوف ان محمد صلاح المشكله الوحيده اللي عنده انه نازل بارث الموسم الماضي. محمد صلاح لو هو شايل انا لازم اثبت ان انا مش الواندر سيزون كده، يعني انا مش الراجل بتاع معجزه الموسم الواحد. انا عندي استمراريه. لو هو شال هذه الفكره من دماغه هيكمل عادي جدا، هيبقى عنده استمراريه. هي دي المشكله. مشكله كمان المقارنه، هو كمان بيضغطوا عليه في حته ان هو لاعب الموسم الواحد ونجم وظاهره الموسم، دي ضغط عليه شويه وعايز يثبت العكس، وهو حاططها في دماغه. لا، محمد صلاح كان سر قوته، سر قوه محمد صلاح على مدار مسيرته كلها الرائعه طبعا مع كره القدم، انه ما بيسمعش. ما بيسمعش لحد، هو مركز. محمد صلاح هو عنده 20 سنه راح لعب في اسرائيل عشان ما سمعش، ركز ولعب واحرز اهداف وكمل مسيرته الاحترافيه. محمد صلاح خد قرار انه يمشي من تشيلسي في عز ما الناس كلها بتقول له لا كمل واستنى، لا هو قرر انه يمشي وراح نادي اقل طبعا مع احترامنا الكبير ليه، نادي فيورنتينا، راح عشان يرجع تاني ليفربول ويبقى النجم الاوحد. انا مشكله صلاح بالنسبه لي ان هو السنه دي بدا يسمع، بدا يسمع ان هو لا انت مش قافل على نفسه، لا بالظبط، انت بدا يسمع ان الناس بتقارنه بالموسم اللي فات، بدا يسمع ان هو متهم بان هو لعيب الموسم الواحد، بدا يسمع ان هو عايز يعمل موسم جديد زي الموسم اللي فات. الموسم اللي عمله محمد صلاح موسم استثنائي، مش اي لعيب يبدا موسم يحرز 45 هدف او 50 هدف. بالزبط. محمد صلاح لو اقنع نفسه ان هو لو وصل لل 25 هدف ده موسم رائع، وده حقيقي، ده مش طبعا مش كلام كلام انشاء او كلام رفع، 25 هدف مش لو اقنع نفسه ان هو ال 25 هدف دول كافيين لان هو يبقى فعلا على نفس التراك، محمد صلاح هيجيب ال 40 هدف. بس هو عشان عايز يجيب ال 40 وال 50 هدف فمضغوط. هي القصه كلها ان محمد صلاح محتاج ان هو يفصل شويه، يسد ودانه عن الانتقادات اللي بتتقال عليه، لان هو لعيب يمتلك كل الامكانيات، وهو خلاص خارج التقييم، يعني مش احنا اللي هنقيم محمد صلاح، يمتلك كل الامكانيات ان هو يواصل على نفس النهج اللي سار عليه الموسم اللي فات وحقق بيه كل البطولات دي. الدوري الايطالي، انت معايا لازم نتكلم عن الدوري الايطالي وانت خبير في الدوري الايطالي بالتحديد. فشايف الدوري الايطالي سريعا ازاي الموسم ده، مدى قوته، عوده الانديه الايطاليه كمان على الساحه الاوروبيه واضحه بشكل كبير جدا، تحديد كمان يوفنتوس ورونالدو كسبانين كل الماتشات حتى الان في بطوله الدوري بيحتلوا القمه. الامور شايفها ازاي في الدوري الايطالي في الموسم ده؟ الدوري الايطالي خد خطوه عملاقه في انه يستعيد مكانته ما بين الدوريات الاوروبيه على صعيد المتابعه وعلى صعيد الاهتمام وعلى صعيد الامور التجاريه والعوائد الماليه. التعاقد مع كريستيانو رونالدو كان نقله رهيبه جدا للدوري الايطالي، مش لليوفنتوس فقط. نتكلم ان الدوري الايطالي لاول مره في تاريخه يعني يجتاز المليار يورو في سوق الانتقالات الصيفيه الماضيه لما تم التعاقد مع كريستيانو رونالدو. بدا اللاعبين ان هم يطلبوا ان هم يروحوا الدوري الايطالي، اللعيبه اللي كانت عايزه تخرج من ايطاليا بدات تقعد. شفنا مفاوضات كبيره مع لوكا مودريتش، هو نفسه كان حابب انه يروح انتر. هتستمر المفاوضات دي في يناير؟ بشكل كبير جدا. لوكا مودريتش بشكل كبير جدا ممكن الموسم اللي جاي يكون موجود في يناير انتر. ولا الموسم الجاي؟ لا في انتر، يعني ريال مدريد صعب انه يبيع في يناير، الظروف عنده برضه صعبه شويه، تعويض لاعب بحجم لوكا مودريتش صعب شويه، فممكن المفاوضات هتبدا تاني وهتستمر تاني من النص التاني من الموسم، ممكن يكون لوكا مودريتش موجود في انتر في الموسم المقبل. الانديه الايطاليه عادت بشكل كبير جدا في اوروبا، بنتكلم اربع فرق ايطاليه في الجوله الماضيه كلها بتحقق الفوز، او ثلاثه منهم بيحققوا الفوز. يوفنتوس بيعتلي صداره مجموعته وصداره الدوري، انت حتى انتر اللي تعثر في بدايه الدوري كسبان مباراتين في مجموعه صعبه جدا مع برشلونه وتوتنهام. اعتقد ان الدوري الايطالي بدا يستعيد بعض من بريقه
اللي فقدوا في الفتره اللي فاتت. طيب استاذ عمر عبد الله بصراحه الحوار معاك شيق وممتع جدا وامدتنا بالعديد من المعلومات، بشكرك شكرا جزيلا، انا بشكرك جدا جدا وكنت سعيد جدا بتواجد معاك، ان شاء الله تكون معانا في حلقه ثانيه كمان عشان ناخد وقت اكبر من كده ان شاء الله. طبعا كان معانا استاذ عمر عبد الله الناقد الرياضي لجريده الوطن، واتكلمنا في العديد من الامور سواء على الساحه المصريه الساحه العالميه وكمان فيما يخص النادي الاهلي ومشواره الافريقي والمحلي كمان. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج كلامنا في الميديا يوم السبت ان شاء الله مع زميلتي العزيزه شيماء صابر. إلى اللقاء.